عسلمة مدام. عسلمة اختي. عسلمة اختي. كل عسلمة. عسلمة. من منين انتم جيتوا سامحوني؟ صفاقس. المدام شنو شبيها حالتها؟ حالتها سقيها من ربي، عملت لها المادة، فهمت؟ من ربي. يا ربي ما نمشيش على سبيقات يا عامين، وانا ما نجمش نمشي من القدس يا ربي لليل نهار. متعذبة يا توانسة، راني تونسية كيفكم، راني كيفكم، ارحموني يا توانسة، راني مش نموت، راني مش نموت، انا غصة في قلبي يا توانسة، وقفوا معايا عاونوني، راني موجوعة يا توانسة. المرأة موجوعة على الاخر. موجوعة ياسر برشا، مش شوية موجوعة. كيفاش بديت الحكاية متاع ساقي؟ عندها مرض مزمن، مرض مزمن نطبع فيه هي. شنو هو المرض؟ مرض صدفية. فهمت؟ مريضة عندها كلاوية زادة، مش تبدا بالتصفية بالكلاوي. رسول الله، والله أشوف كلها حمل، كل أخزر يدها وأخزر ساقية، كل مرة تحاولي. هذا هو المرض؟ هذا هو المرض. عملوا لها عملية، لو مرة نحاولها المادة قرقيشة على الأول، عاودوا لها عملية ثانية، عملوا لها القرقيشة، نحوا لها في المادة، نحوا لها الحمل تاع المادة، عملية ثالثة اللي وصلوها للعظم. عامين ما تمشيش على ساقيها، فمها شيء ولا خارج من فمها، شيء خارج من يديها، شيء كل شيء خارج ببدنها ولا. انت شنو تقرب لها؟ انا معناتها عاملة فيها الخير. انا ما جارتك في صفاقس؟ جارتي في صفاقس. نزل السبيطار، انا نزل المستوصف، انا قايمة بها. ما عندها حد؟ ما عندها حتى حد. رجلها راجل كبير عمره 73 سنة، ما عندها أخواتها ما يجوهاش، ما بطيشينها. مطيشوني دار، مطيشوني، ما عندي حد، ما عندي حد، أنا مطيشة، مطيشة راني. ما فماش علاج يا أخي؟ ما فماش الطب، جيت الطب نمشي قسم سبيطار صفاقس باش يشوفها طبيب العظم، باش يراها لاباس قاعدة في التحسن ولا لا. ما فماش. ما فماش طبيبة؟ مش طبيبة، اللي مات الأولى طبعوها شهر الأول وبعد ما فماش. مش حتى طبيب يقف معايا. يقف ما مش واقفين معاها ولا يعرفوا عليها. أنا نبدلها في الفاصمة يا أخي، فرملية. أنا مانيش فرملية راني. مانيش فرملية، نبدلها هنا في الفاصمة. أما ساقيها مسلوخة. ساقوها حالة. مسلوخة. حالة. صور لها. شوف شوف هكا كل شيء على عينك أختي الغالية، شوف على عينك، شوف شوف. كل شيء على عينك، راهو كل شيء على عينك. راني نعمل فيها، نعمل في الخير وبره. بدل هنا في الفصل، نزل المستوصف يقولوا لها ما فماش الدواء. واه والله كيما نحكي لك ما فماش الفصل. تبدل الفصل نقول واه المادة تخرج. راني متعذبة، راني متعذبة يا عباد اسمعوني، راني متعذبة. نبعثوا لها سميس، يقول لك ابعث سميس سبيطار العظم كيف كيف. نبعثوا لها سميس ما يجاوبش. ارحموني يا عباد، ارحموني، ارحموني يا عباد، ارحموني، ارحموني، يرحمكم الله. ياسر ياسر مريضة المرأة ياسر، لا فما حكومة لا فما. بالحق مانيش منجمة نغزر ساقيها جملة. قلبي وجعني، أنا بدل نروح نقعد بنهارين مريضة في داري، حتى الماكلة قطعتها، الماكلة ما عادش نجم ناكل، ما عادش نجم ناكل. الضربة تعيط لي، تبدا تعيط. سامحني، هو شنو هذا اللي هابط؟ هيك تصليغ، هيك الدم. مريضة مسكينة المرأة، قاعدة من غير الدويات، عايشة من غير الدويات. ما قد حتى حد معناها، رجلها بطال وهي زوالي زويولة معناها، ما قد حتى حد. عندها كرني الأبيض، كرني الأبيض، مسكينة تمشي تبدل في المستوصف، نزوها المستوصف، مستوصف يقول لك ما عندناش فاصمات، ما عندناش الدويات. أنتم جيتوا لتونس باش تعالجوها هوني؟ أنا قالت لك هزني لتونس، لوحني لتونس، قالت لي لوحني في تونس. أما تونس تلقى فيها شكون يرحمها؟ ما رحمها تو، ما رحمها حتى واحد. ما رحمونيش أخويا. البارح بيتين في الجردة، احنا جينا من صفاقس البارح. جيتوني لتونس، قلت يرحموني جوني في تونس. على الاقل يرحموا يا شي في تونس. قلت ما يرحمونيش في صفاقس، ما يركن فيا نمشي طوية بخصمي. شنو طالبه هي المدام؟ طالبه مسكينه تعاينيش الساقيه، تحب شكون يداويها؟ معمول لك مره. راهو ما يجيش هكا جرح حكايه في الشارع. الله وين الطبه؟ وغبره وبرشا حكايه. اي وين الطبه؟ ما فماش الدواء، ما عنديش الدواء مسكينه باش تغطي ساقيها. ما عنديش، ما تقدرش عليه الدواء باش تاخذه من الفرماسيه، عندها طرف فلوس. خلاهم لها بويا مشاو في الفاصمات ودويت. متعذبه راني، متعذبه يا خويتي، متعذبه وراس اختي، متعذبه والله حسي بيا، والله متعذبه. وين رئيس الدوله تاعنا؟ وين الحكومه؟ وين رئيس الدوله؟ وينو؟ وين الحكومه هذه؟ وين الحكومه؟ وين الحكومه؟ ما فماش برينا حتى شيء احنا في البلاد هذيا.
ماهيش تونسيه، مش بتونس هذه. يعني ايش عندها هكا؟ هذه عندها عمي. عمي نحب نرجع نمشي على سواقاتي كم العباد، نحب نمشي يا خويا. يعني العلاج موجود اما هي ما عندهاش فلوس. العلاج موجود ما عندهاش من توصل، مسكينه ما عندهاش. عملوا لي الزرع ما عملوليش، انا نستنى بيمشي عملوا لي الزرع نرجع نمشي على سواقاتي. عندها عمليه الزرع، عندها تبديل الباسبور نهار بعد. زرع شنو؟ زرع مش يزرعوا لها، ينحوا لها اللحمه من اللحمه نتاعها هي، ويزرعوها لها في سقيها كما تبرى قال لك. هو جرح ما حبش يبرى. ما حبش يبرى مسكينه ما عنديش مش تعمل هي. الطبه مش لاهين بها. بي هما شنو عاملين لها توا في سيخه خاطر نشوف في مشهد داوي فيها انا نهار بعد نهار وعلى ربي مسكينه هيك هو راهو. نداوي فيها انا مانيش فرملية يا راني. للعظم مش طرف العظم انت. شوف العظام هاي هيك هو مسلوخه عاملين لها قرقشوله عمليه تقرقيش كانوا مش يقصوها لها سقيها مسكينه. طب قشقشوها لي باش يحولوا الماده، طب قشقشوها لي وخلوني هاكم مرقوا فيا تو قد عندي ما كلمونيش موعد لا ثم حتى موعد مارقين فيا طب الصفاق مارقين فيا مستوصف مارقين فيا عندهم برشا مارقين فيا عليه انا مش تونسي كيفهم انا يقتلوني ما سالش كان يقتلوني خليه يقتلوني ويطيشوني مش لازم لطف عليك والله مش لازم والله حالتها تسخف يا مدام والله شيء اسف والله شيء اسف لا انا بنعيب انا ما انا بنعيبش في العباد كيما هكا نمشوا على سقينا التوانسه انا نعيب بالرئيس الدوله وين الحكومه وين الحكومه وين 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 الحكومه وين حكومه وين احنا كنا عهد الزينيش عايشه الحقيقه مصدومه قلت لي تمشي للمستوصف ما عندهمش فاسمه معناها بشي يا ولدي تمشي قسما بالله لعبي يا بخاصني المستوصف وكل ما ذم شي زواف ورا سقيك هكا اي ولا سقيك هكا شوف فيها سقيها يا يقولوا لي ما ذم زويات وقول لهم علاش نعمل قولوا لي فرقوا بالفلوس انا ما عنديش بس كده باش تيخي هي راهي باش نعمل انا اي من مره هزيتها من بعيده اختي الغاليه مشات السكينه تعيط في قبل المستوصف مشات الفارماسيات حنوا عليها عطاوها شويه دواء وفيلها الدواء تمشي للعباد ماهيش عويده هي مسكينه الله غالب ربي هيك خلي اش كاتب لها. ما قدام نمشي خوش الفرماسي نقول لك خويتك عاوني لي في بصمه بيعاود انت اليوم وغدوه بعد غدوه يرحم والديهم زوز فرماسيات باش يعطوني بصمه بدلت مسيك انا نبكي لهم مش عطوني واحد يقول لي عارفي مش لهنا واحد يقول لي مش نمشي نعاونك عارفه مش لهنا انا صانعه مسكينه تتلز تولي تعطيني سخافه تدفع من عندها مسكينه من جيبها تدفع من جيبها الله يرحم والديها سخافه تولي تعطيني كل فاطمه باش نبدل وراي حالتها شيء اسف طيشه في الدار وبرا لا طبيب يا سل مفروض طبيب العظم يراها طبيب العظم ماهوش حاب يراها لازم يراها سقيها لاباس قاعده في التحصن ولا لا لا بعثوا تبعث لي سامحني بالحق سقيها ماهيش في تحصن نوريك الحمى الكل نوريك الحمى ها راه يدها اخزر يدها انت اخزر يدها منا يدها اي الحمى مديق الاكحل يا ما اكحل الحمى اكحل انا وري بيها بدنها بدنها كامل فما بدنها كامل كانت لك الغرقه برشا سقيها مسكينه فهمت راه فما انت اخزر فما حاله فما كلمه في كل مكياج عامل يا راه يقول لك عامله مكياج هو مريضه ما نرقدش ولا ما نرقد يا اختي والله لا نرقد العباد ترقد ما نرقدش ما نرقدش نقول صح ليلهم يرقدون ما نرقدش ما نرقدش ليل نهار بعد ما تعذب في الفرش ذا ممدودة ليل ونهار ما نخرجش يا ربي راني ما نخرجش كم العباد نحب نرجع لسواقاتي نتحرك نخرج وندخل نحب نرجع نمشي لسقايا هاكي مش طالبة انا نحب نرجع نمشي لسقايا يا اختي نحب نرجع مشيت حتى للجعفر مسكينة نحب نرجع نمشي على سقيكم العباد هكا نحب ندور نار مش مفهمش نحب نار يا جعفر برحمة أمك كله كانك تصبع فيا وصل الصوت بتاعي يا جعفر برحمة أم ميمتك يرحم أم ميمتك رانا جينيك مرتين يا جعفر يرحم أم ميمتك راه الحل مع المرأة هذه يا جعفر عايش خويا معمول لك الربي ما دام الحكومة مطيشتها يا طيشتها الحكومه وين ما فما شيء يا بنتي ما فما شيء ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها ربي يشفيها ربي حنن على قلوب بعضنا امين يا ربي ربي حنن على قلوب بعضنا احنا توانسه على بعض في بعضنا مدام خلي نمرو تليفونك ولا نمرو تليفونها هاي تعطيك هي نمرو تليفون نتاعها فهمت اختي يا توانسه اللي يحب يعمل فيها الخير يرحم والديكم يرحم والديكم
عايشة وخياني، راني أنا كيفكم، راني نعاون فيها، راني ما لا نعرفها لا تعرفني، جيراني وبرا، راني نعاون فيها، هيكا هو، أنا نقبض لها في فاصبة نهار بعد نهار، ماليش فرملية، معمول كما ربي، شفعت بكم محمد، عاونوها، مادام الحكومة مش متلفتة مش متلفتة متلفتة لها، عاونونا على حنوا عليها على قلب الرحمة في بعضنا، معمول كما ربي. نجمو نخليو نمرو تليفونها؟ اي نجم خلي لها نمروها. اوكي نمرو تليفونها 23 696 347. عايش اختي الغالية يرحم والديك، يا توانسة يرحم والديكم، معمولكم من ربي، كانكم تفرجوا على حالتها معمولكم من ربي، عاونوها معمولكم من ربي، ما تحبش الفلوس اخويا عاونوها حد دويت، ما نحبوش ما تحبش الفلوس عاونوها، خذوا لها دويت، خذوا لها دويت تبديل الفصبة نهار بعد نهار، راهي وخيتكم مريضة معمولكم من ربي.